هنأ الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر حكومة وشعبا بمناسبة تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي. وأعرب بن زايد عن تمنياته لمصر بمواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية ومزيدا من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما نقل ولي عهد أبو ظبي تحية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطيب تمنياته لمصر بدوام التقدم والرفعة والرخاء.